أحسن الله إليك. ويحرم أن يبيع شيئا من الأضحية لا لحما ولا غيره حتى الجلد، ولا يعطي الجازر شيئا منها. لماذا؟ لأنه إذا باع شيئا كان رجوعا فيما أخرجه لله، وكل شيء أخرجه الإنسان لله لا يجوز أن يرجع فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، لما تبرع بالفرس. نعم. أحسن الله إليك. ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة الأجرة أو بعضها، لأن ذلك بمعنى البيع. يعني لو قال لشخص مثلا: أريد أنا لا أحسن الذكاة والذبح والأضحية، أريدك أن تذبح أضحيتي. قال له: كم تعطيني من الأجرة؟ قال: أعطيك الجلد لك، الجلد لك، الجلد يساوي مثلا 50 ريال. فلا يجوز، لأن هذا رجوع فيما أخرجه لله. لكن لو أنه أهدى إلى الجزار أو الجازر، أهدى له هذا الجلد زائدا عن الأجرة لا محتسبها من الأجرة، يجوز. يعني أجرة الجازر مثلا 100 ريال، فأعطاه هذا الجلد على أنه أجرة الذبح، لا يجوز. لكن لو أعطاه 100 وأعطاه الجلد زيادة لا حرج.